السلام عليكم أيها المشاهدين، رحنا نتواجدوا في واحد البلاصة سميتها المرجاء، والدلتا اللي فيها كنا نسميوها بالشلحة ثمدة البحر، حتى لا سميتها ثمدة البحر كانت بحر البحر، ولهذا دوك احنا موجودين فيها، يعني نصوروا الآثار ديالها اللي كان فيها الماء. المشاهدين ما شافوهاش، كاين اللي ما شافهاش، بصح اللي كان عارفها يعني هذه الصورة هذه مني غادي يشوفها غادي يتخلع. ونقولوا عليها واحد الكلام، ربما هذا الكلام هذا غادي تشرحوه مزيان وتمضغوه مزيان. استاذ عبد الرحمن، قبل ما تعطينا هذه الكلمات على هذه المرجة هذه، غادي تعرف لي هذه المنطقة فين جات هذه المرجة هذه، وشكون الدوار اللي مجاورين بها هنا كاملين؟ هذه الدوار منسوبة على ولاد بالخير، دوار ولاد بالخير، ومنسوبة على بن شنوه قيجو، هي اللي خطر هذا قيجو، هي اللي كانت تسقي بها أكثر، ولاد بالخير شادين بها نص، وقيجو شاد بها اللي بقى. وكان هنا واحد القوري سميتو بريان، كانت عنده فيرمة هنايا، كانت عنده الدالية، يعني هذه اللي قلتها هذه كانت تدور من هنا على قيجو وتوصل ولاد الله وتدور على شريعه توصل حتى لتاقسبت. هل قلت هذه كانت سقه حتى لتاقسبت، كانت قبيله كانت عايشه بها. وذوك هالبلاصه اللي بالضبط حنا نقولها مبروكه، دوار بالخير، دوار بيرو، دوار بيرو علاش يقولوا دوار بيرو؟ كان واحد القول سميتو بيرو وسموها لادوار، ما هي سميتها مبروك هذه الجهه هذه. هالبلاد هذه اللي رحنا فيها ضف كانت عند الحاج بالقاسم الطرش الله يرحمه، كانت عنده هنا 500 قطاع. هذه هالبلاد اللي رحنا فيها مولاها ما تقول له الطيب مسكين الله يرحمه اللي شرى هالبلاصه هذه، يعني داخله عنده، ولان الماء خارج عند الشعب. هذه هي. هضرنا سي عبد الرحمن على شي كلمات اللي بغيت تعطينا على هذه المرجة هذه. شوف يا حبيبي، شوف ونظر، شوف مزيان بالعين وبالعقل فكر، خمم مزيان وانطق واهضر، وقول هذا الخير فين مشى، هذا الخير فين مشى وفين هجر، احسراه على المال اللي كان هنا يتهدر، مشى خلانا غير الحجر. خلانا غير الحجر، يا تغي فينا ارجع لينا وارجع لله واستغفر، ربي يرحمنا ربي راه قادر. صليوا على النبي، صليوا على سيدي محمد النبي الطاهر، ذكروا الله ديما راه معنا حاضر. هذه القلته اللي راكم تشوفوا فيها كاين ما يدخلها غير اللي عوام واللي قادر، فهمت؟ هذه القلته هذه مين كان فيها الماء؟ مين كان فيها الماء؟ كانوا القلتي عامرين والماء يعوم بحال البحر. كان صعيب بنادم يعوم فيها. كان صعيب بنادم يعوم فيها، تسرتوا. هي شكل بحال وولوت. بحال وولوت. كتجبد وفيها الخيرات نتاع كتدفع الما كينوصل حتى لهنا. صافي رحنا واقفين. من رايت العين من هي هذاك اللي راه مقلوع هذاك الاخر راه كيتما الماء علاش كلاه الملح. حتى لهنا. زيد اخويا كانت القبيله تشرب وتسقي الخضرة وتسقي الشجر، والما يشيط يهود مع الودان يمشي للبحر. مين كانت النية وكان الفلاح يتعب ويعافر يدرس ويدري، ديك البركة اللي جمع منها يا عشر. بغيت نقول لكم يا اخوتي، فين مشاو ايام الحياة وفين مشاو ايام الوقر؟ قولوا الكبير في العمر واش عمرو وقع هذا المنظر؟ كا
كانوا القلاتي عامرين والماء يعوم كيف البحر. كانت القبيلة تشرب وتسقي الخضرة وتسقي الشجر، والماء يشيت ويمشي للبحر. مين كان الفلاح يتعب ويتامر يدرس ويدري، والبركة اللي جمعها منها يعشر. كان الخير ديما غالب على الشر. فين مشاوية من الحشمة، فين مشاوية من الوقر. والناس اللي قاموا بهذا المجهود وقاموا بهذا الأعمال الله يثبت لهم الأجر ويعيشوا في الستر. ياي تولهم ربي في العمر، وديما ديما دارهم عامر. والسلام عليكم.